انما ما قلتليش يا صاحبي الكلب ده نوعه ايه؟ بلجيكي. بلجيكي؟ اه. انت لاقيه بقى فعلا ولا ايه؟ اه كانوا ناس رامينه، كان في بتاع جراد. جراد؟ خمل. خمل. اه وكان نايم ما بيتحركش. اه. بيموت، صعب عليا جبت، اديته علاج وبدأ ياكل اهو، وبدأ يقوم ياكل. يعني انت بقى الكلب ده كان مرمي كده وكان خلاص صحابه استغنوا عنه. اه جبت صعب عليا. بس اسمه ايه؟ نوع ايه؟ معرفش اسمه. لا نوع بس نوع؟ انا بقول له روي، بس هو نوعه بلجيكي. بيشي. بلجيكي؟ بيشي. اه بس كان اصيل. تدوا له عمر قد ايه ده يا ريس؟ مش عارف بس هو صغير. هو اسبوع ونص. يعني قد ايه يعني؟ يعني تدوا له سنتين، سنة ونص. سنتين، سنة ونص. كتير. بجد. بجد. لأن طول ما سنه كبيرة طول ما هو صغير في السن، كل ما بيكبر سنه بتصغر. يعني لما تكون سنانه كبيرة تعرف إن هو صغير في السن؟ اه، كل ما يكبر سنانه بتصغر. بجد. يعني الكلب لو وهو صغير سنانه تبقى كبيرة. اه. يكبر سنانه تصغر. اه هو عمر سنة كده يبدأ سنة تبقى كبيرة لغاية سنتين تلاتة، كل ما بيكبر بقى سنانه بتصغر. السنة بتصغر بتاعته. والله طب احنا يا باشا احنا صورنا، اما نشوف انت الكلب ده هتوصل معاه لحد ايه، واهل الناس هتشوف اذا كنت انت فعلا الكلب ده هيصح. والله يا عم يبقى انت كده راجل تمام ومية مية. ما ينفعش خلى الجرموشه يشغله كده. طب ممكن تشغله لنا كده؟ طيب شغله اي حاجه كده. شغله جرموشه اي حركه بس كده. امسي امسي. شغله يا دعم. امسي. هو ميت طبعا عينه. اخبطه يا دعم الخبز مش هيمشي. وزي ما انتم شايفين يا جماعه الكلب وحالته السيئه، ان شاء الله بعد كده هنشوف برضو الراجل ده هيعمل معاه ايه، وان شاء الله متابعين مع الراجل ده لحد ما ايه ما نشوف. وانا الحاج القرموطي برضو متابع معانا.